السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جيت لكم بوصفة جديدة سهلة والكل يحبها، الصغار والكبار، ومفيدة للصحة. فيها بزاف ديال الفيتامينات، الكالسيوم، ومزيانة للشعر والى اخره. دونك ما غاديش نطول عليكم. هي السلق، ولا كيقولوا ليها الترجلة، ولا الخبيزة، وكل واحد اش كيقول ليها. دونك انا نقولها لكم، هي ديال لي زيبينار. لي زيبينار اللي انا ما لقيتهاش ديال الكيلو، ايبينار اكوير. ها هي فيها ابوبري 300 غرام، اكثر من 300 غرام، 300 غرام. هيا رخيصة، دو اورو 50 من هاد الباكية. دونك انا درت لكم ثلاثة د الباكيات، طيب ما كيبقى فيها والو. دونك اشطنا لي زيبينار. كيما كتعرفوا لي زيبينار هما قطعتهم وغسلتهم مزيان وقطعتهم كما كتشوفوا. والقمه اللي كنديروا ليها هي البابريكا التحميره الحمراء، هذه الكركما ولا الخرقوم الصفر ولا لا كولوراسيون، واحد اش كيقول ليها. هنا البواب البزار الكحل ولا الابيض. وشنو باقي؟ وسمتو جنجبير والثومة. حقيقة الثومة ما عنديش، نسيتها، ما عنديش. ماشي الثومة يا ربي، سميتها الكيمة، ما كاينش عندي. هذه الثومة اللي قطعت وحكيتها، واحد ابوبري 9 ديال الدروز ديال الثومة. هي كتبغي بزاف الثومة وزيت العود والكمون. هذا زيت العود، واحد نص ديال الكاس كتبغي بزاف ديال الدم. هذا واشنو باقي؟ هذه الهريسه الحاره، الهريسه الحاره كما كتشوفوا. وغندير لها واحد شويه ديال ضامات البنه، الكيب ديال ضامات البنه كيجي فيها زوين هو. هذه وما غاديش نكثر لها الملحه، هي ديجا مالحه. غندير لها شويه ديال الملحه، هادي الملحه. واش غادي ندير لها باقي؟ غندير ليها القزبر. القزبر راه ديجا عندي هو مقطع ومكونجلي، دونك غنديرو لكم في البواط. تبغي بزاف حتى هي القزبر. هادي واخيرا الزيتون الاحمر، هاك اللي بغيتو. انا شترا واحد شويه باش نديرو ليها باش نزوقها، وكيعطي حتى هو لوكو شويه. هي الترجلة غادي نديرها في الكوكوت، راه هي ملي كطيب اللي بغى يفورها يفورها، وانا كنفضل نديرها في الكوكوت مع شويه د الماء. كنحسب ليها ابوبري 15 دقيقة. غتشوفوا ما تطيب ما كيبقى فيها والو، كتذوب. ها هي، ولكن داكشي علاش درت كثيره باش تبقى ليا، انا عزيزه عليا، وسيرتو في هذا البرد راه هي زوينه وعندها منافع كثيره للصحه ديالنا. في الحقيقه الدراري صغار ما تيبغيوهاش، ولكن خصنا نولفها لهم واحد شويه. دونك اش غادي ندير فيها؟ سمحوا لي ندير فيها واحد تقريبا كاس ديال الماء. ها هي صافي، وكنخليها كنسد عليها الكوكوت. الطريقه درتها واحد المره وعجبتني، غادي نخليها واحد 15 دقيقة ونرجع معكم. لي زيبينار ها هي طيبتها، ما بقاش كيما قلت لكم، راه ملي كطيب ما كيبقى فيها والو. تقريبا هذه كيلو ونص ما بقى فيها والو. دونك غادي ندير ليها شويه القزبر. هذا القزبر غنديرو ليها كثره، ها هو كتشوفوا. ندير ليها شويه ديال بابريكا تحميره حمراء كنقولوا حنا بالعربيه. هادي هوب،
نديرو فيها الكركمه ولا الخرقوم، غندير فيها شويه ديال الحامض مصير. ها هو لكم، غندير ليها شويه الماء ديالها، نكبو فيها كامل حيت هي كتبغي سميتو الحمضيه. نكب فيها الزيت، زيت العود، زيت غندير فيها شويه القزبر، شويه عفوا الابزار، غير شويه، انا ما كنبغيش بزاف الابزار حتى بنتي هي. ندير فيها شويه الثومه، هادي ها واحد كثرتها بزاف الثومه، اش اللي باقي درت فيها. غندير فيها شويه الجنجبيل هذا، واحد شويه نعطي فيها حتى هي البنه. ما كنقول لكمش كتعطي واحد الريحه جميله جميله جميله، حقيقه ريحتها زوينه. اخيرا ندير شويه ديال الهريسه، راه بنتي كتقول لي ما ديريش بزاف، قلت لها غندير واحد شويه، واحد شويه غنقطع. حقيقه هي ما كانتش سميتو ما كان، غادي ندير فيها واحد ضامه البنه، ها هي غير شويه على حساب الذوق. حيت الثومة سميتها الملحة ما درتهاش نهائيا، الا خص شي حاجه غادي خص شي حاجه غادي نذوق ونشوف. وغادي نخليها طيب مزيان على خاطرها، نطيبو فيها هاد جميع العناصر. وغادي نرجع معاكم باش نقدمها لكم بالصحة والراحة. البنات الخبيزة هي طافت كما كتشوفو، ها هي غندير لها شوية الحامض في الاخر، ها هي كتبغي الحامض شوية مزيان. وغندير لها شوية الزيتون فوالا، وغادي نتلاقاو من بعد باش نقدم لكم التقديم. بلا غاية طيبة، وكما كتشوفو راه زوقتها بالزيتون الأحمر وبالمصير كما كتشوفو، وكنتمنى تعجبكم. وما تنساوش ديرو ليا جيم وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم والأهل ديالكم. إلى اللقاء إن شاء الله.